لصالح فريق الجيش. هنا هجوم مع العائد العرضية تلعب رأسية جول. العرضية من اللاعب محمد حيدر وفي النهاية دخوله صح إدريس كوياتي وأول أهداف اللقاء. هدف إذا لدينا دودة رد لصالح فريق العهد. الفريق الذي نجح بتسجيل أول أهداف اللقاء. هل هي مفاجأة؟ نعم. إلي حلو. اللعب ياكوبو بشكل حاصل يمكن يسويها فوق المئة مرة ومئتين وحتى الألف مرة، لكن من أول مرة من هالمرات هذه لازم أنه بيخطأ. الأخيرة صار هو المسيطر على المباراة. هنا محاولة الثاني جول. نعم هي جول. جول ثاني لصالح فريق العهد. يأتي الأذان يأذن نقلة جميلة كانت من جانب محمد حيدر ثم التسديدة نستلمها صح. أصلا هو اللاعب علي حديد وبيع فرصة انفرادة قدام الجول وقدام الحارس في الدقائق الأولى. ضاعت ومرتدة مرتدة مرتدة. نعم في أقصى اليسار محمد حيدر. حيدر يحاول. حيدر وقع. حيدر وظل محافظ على الكرة. حيدر يلعبها عرضية عالية استقبال ياكوبو. محمد حيدر إلى الجهة اليمنى من ملعب المباراة. تصل إذا إلى اللاعب صاحب الجول الثاني. التسديدة جول. نعم هي جول. يعني هنا محاولة تأتي و ما تكون كبيرة وإنه يرجع يقوم بالسلامة. هنا الخطأ القاتل اللي صار ما بين المدافع وما بين حارس المرمى. عرضية أتت. مباريات الفريق فيها فايز بالثلاثة وحتى بالأربعة. سريع في الجهة اليمنى من حيدر إلى الأمام. تصل كرة مرة أخرى مع محمد حيدر. الهجوم يأتي. بدأ السباق إذن أعزائي المتابعين والسباق ينتهي. كذلك هجوم هل يكتب له النجاح؟ والله الآن الكرة في المستطيل الأخضر. بيتأخر فيها ولا لا محمد حيدر؟ حيدر يلعبها عالية إلى الجهة اليسرى. التغطية موجودة كذلك وحيدر من جديد. حيدر يلعبها إلى أقصى اليمين. تصل إلى سمير إياس. إلى حيدر مرة أخرى. سمير إلى الخلف. عند مواجهة في دور نصف النهائي بتكون معالقة. قبلها فاز على الراسينج 3-1 راسينج الفريق اللبناني وتعادل مع الزوراء. وتخرج النقاط الثلاث خلاص هي لصالح العهد بهذا الشكل بهذه النتيجة. إذن 4 أهداف عندنا في هذا اللقاء. 8 نقاط صارت مع فريق العهد اللبناني في صدارة هذه المجموعة. المجموعة الثانية مش متسلل مش متسلل. هذه جول جول جول. نعم هي جول الرابع لصالح العهد. يأتي إذن عن طريق اللاعب سمير قياس الذي يسجل. شاهد الكرة ما في تسلل. والله مو عارف بصراحة هل كان متسلل ولا لا. صعبة لكن المساحة عندنا.